اليوم كان مفترض ان يكون واحد اللقاء مع المديره الجهويه اللي كتشغل المنصب ديال المندوبه الاقليميه، ولكنها رفضت انها تجلس مع الممثلين ديال الشغيله، الشيء اللي دفع بالتنسيق النقابي الخماسي اللي كيتكون من خمسه ديال النقابات اللي هي الكونفدراليه الديمقراطيه الشغل، الفيدراليه الديمقراطيه الشغل، النقابه المستقله للاطباء، واتحاد العام للشغالين بطنجه. دونك هذا التنسيق النقابي جسد وقفه احتجاجيه اليوم بمندوبيه اقليميه احتجاجا على التماطل ديال المندوبيه. دونك هاد الوقفه هذه هي كان من المفترض انها تكون الباح، وكانت هي جات نتيجه ديال واحد قبل منها سبقت واحد مجموعه ديال المراسلات للسيد المندوبه على اساس انها تسمع النبض ديال الشغيله، تسمع الاحتجاجات ديال الاطر الصحيه، لكنها في كل مره كانت كتمادى وكانت كتجاهل هذا الشيء. هذا هو اخر مراسله اللي وصلنا، طلبنا من لقاء كان في الاسبوع اللي فات ولكن ما تجاوبتش معها. دعينا الوقفه اللي كانت تكون يوم الخميس، ولكن بطلب من الولايه اللي جلسنا مع الكاتب العام ديال الولايه طلبنا تاجيل ديال الوقفه احتجاجيه على اساس ان تجلس معنا المندوبه اليوم في الصباح، ولكن مع ذلك يعني مع ذلك رفضت انها تجلس معنا بمباريات واهيه، شيء اللي دفع الشغيله الصحيه انها تدعي بشكل احتجاجي اللي كان وقفه احتجاجيه اندائيه، كنسطع على هذه وقفه احتجاجيه اندائيه بالمندوبيه الاقليميه. المديريه الجهويه كتحمل المسؤوليه الكامله فيما آلت اليه الاوضاع بمدينه طنجه، وكانت واحد المجموعه ديال المواصلات، واحد المجموعه ديال طلبات لقاء، واحد المجموعه ديال العرائض اللي توجهوا بها الاطر الصحيه. انا عندي هنا واحد العدد ديال المراسلات، واحد العدد ديال طلبات لقاء، ولكنها كانت كل مره كتجاوز وكتمادى كتنهج سياسه الاذان الصماء نبض الشغيله. دونك هذا هو الوضع العام اللي استدعى اللي دفع التنسيق النقابي انه يعمل وقفه احتجاجيه. الان التنسيق النقابي كيحمل المسؤوليه الكامله لما آلت إليه أوضاع الشغيلة الصحية، لما آل إليه الوضع الصحي بمدينة طنجة المندوبة الإقليمية، وكنحملوها مسؤولية ديال التبعات ديال الاحتقان الاجتماعي اللي مجي. دونك التنسيق النقابي غيسطى برنامج نضالي اللي يكون تصاعدي احتجاجا على هذا التماطل هذا، واحتجاجا على هذا الاستبداد اللي كتقوم به هذه السيدة، هذه هي السيدة المديرة الجهوية، وكنحملوها المسؤوليه ذات الشيء. هذا حنايا كنقولوا بان الوضع الصحي بمدينه طنجه اللي مسؤول عليه اولا هي المديريه الجهويه، هي التي تحمل المسؤوليه ديال ارتفاع العدد ديال الوفيات، هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال ارتفاع العدد ديال الاصابات، لانها هي المسؤوله الاولى على الاقليم فيما يخص الصحه ديال المواطنين، هي اللي كتحمل وخصها انها تجاوب، خصها انها تواصل مع الشغيله، وخصها انها تواصل مع المجتمع المدني، وخصها انها تواصل مع الصحافه، ولكنها في كل مره كتنهج السياسه ديال الاذان الصماء. دونك فلتتحمل مسؤوليتها الكامله. حنايا دابا خدينا قرار بشكل واضح انها غنسطو برنامج نضالي تصعيدي، وانها تحمل المسؤوليه ديال كل ما قد تؤول اليه الاوضاع بمدينه طنجه من احتقان. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.